الرحمن الرحيم، هنتكلم دلوقتي عن موضوع في غاية الأهمية. هو مثلا يعني أنا عندي حاجة معينة، أو تعرف حد عنده حاجة معينة، ولازم توعيه إنه يروح للتخصص الصح. يعني تقريبا لو بصينا للطبيب النفسي والطبيب المخ والأعصاب، اتنين خريجي كلية الطب، فبس ده الحاجة، وده الحاجة تانية خالص. مثلا لو بصينا للنيورولوجيست أو طبيب المخ والأعصاب، لا ده بيتعامل مع دماغ وبالكيميكالز اللي فيها، ومع الحبل الشوكي، مع الأعصاب اللي هو التنميل وكده، ونفس الفكرة. فيمكن الحاجات اللي بتصيب مثلا اللي هو الشلل الرعاش، وعندنا برضو الصرع، وعندنا الام اس، فنفس الفكره برضو. يعني امتى تروح مثلا؟ يعني الصرع ده في وقت من الاوقات لا كان بيعتبروه مثلا مس شيطاني، بيعتبروه مثلا يعني لا ارواح شريره وكده، لحد مثلا ما اكتشفنا الاسباب بتاعته، وبيروح مثلا لطبيب مخ واعصاب، ده في حاله الصرع. بالنسبه للطبيب النفسي او الصحه النفسيه او السايكياتري، فنفس الفكره، ده مثلا اكتئاب، قلق، شيزوفرينيا، السلوك، المود، الصحه النفسيه. برضو طريقه الكلام هنا، مثلا بيستخدم الأدوية، ولا بيستخدم مثلا الجروب سيرابي، أو ممكن في بعض الأحيان زمان مثلا كان بيستخدم الكهرباء. فنفس الفكرة، يعني فما بين مثلا الطبيب النفسي وطبيب المخ والأعصاب، لازم مثلا تعرف الفرق ما بينهم، مهم جدا جدا جدا. يعني حتى برضو من باب العلم، مش ممكن مثلا في بعض الأعراض اللي مثلا تؤدي لحاجة معينة بس هي متعالجة عند الطبيب التاني، وبالتالي لازم يكون في تكاتف ما بين التخصصين، سواء الطب النفسي أو طب المخ والأعصاب، فممكن برضو يحتاج الاتنين. يعني فنفس الفكرة، فمثلا لو قلنا واحد عنده صرع راح مثلا للطبيب النفسي، فنفس الفكرة برضو الكونسبت القديم، فالمفروض الطبيب النفسي يوجهه على زميله في المخ والأعصاب، لو يرشح له حد كويس أو أي حاجة يعني. وعلى حسب، مثلا مش مثلا مش ده خير وجاي، يعني مثلا يعني اضرب برضو، لو عملنا نفس الاسقاط ده برضو على طبيب قلب مثلا بيعالج سكر، تمام، او طبيب مثلا بطنه، واحد مثلا جاي له عنده صداع، مع ان الصداع ده يتعالج عند طبيب المخ والاعصاب. فنفس الفكره، هي تخصصات، ومفروض مثلا ان كزملاء ما حتى هم من بينه وبين بعض، مثلا ده يعالج الحاجه دي، او حاجه مثلا واحد راح لدكتور علاج طبيعي، وهي مثلا المفروض تروح لدكتور عظام. فما المفارقات والمغالطات المنطقية المفروض الواحد يعرفها جدا. يعني يبقى تاني، الصرع بيروح لطبيب المخ والأعصاب، تمام، والهلاوس بيروح لإيه؟ للطبيب النفسي لو شايف حاجة، المود التشينج، فنفس الفكرة. والصداع، يعني احنا قلنا الصداع والصرع مخ وأعصاب، قلنا الهلاوس في الطب النفسي. ودايما يعني تنشر الوعي وكده، وما تنساش طبعا اللايك والشير والاشتراك بالقناة لو انت ما اشتركتش. وشكرا.